طبعا الدكتور جوده قبل ما اشرح لكم الاكل الصحي، احنا قدمنا علاج للقدم السكري بدل القطع، صح؟ وقلنا ازاي تدلك فبتعمل نيو كولاترالز، ها، وازاي تحط مغلي قرنفل وحنه بقرض وبن بعسل وبنلحق القدم والصوابع قبل ما تتقطع. يبقى قدمنا علاج للقدم السكري او بيسميها الدايابيتك فود، والحاله دي طبعا عملنا ضبط للسكر بدون انسولين 12 مليون مشاهده. قدمنا علاج للضعف الجنسي وسرعه القذف، لسه واحد موريها لي امبارح جايبه حوالي 15 مليون. قدمنا علاج لتنظيف القولون قبل اي مرض، لو سمحت من فضلك ما تنامش اي ليله الا وانت متاكد انك عملت براز. اوعى تنام ليلتين ثلاثه وفي فضلات في القولون، هتوقع لك الشعر وتبوظ الجلد وتضعف النظر وتبوظ الكبد وتبوظ الكلى. لا تنام قبل نظافه القولون. واتكلمنا على علاج الجلد، وقلنا بننظف جوه قبل بره. اتكلمنا على اللزقه السحريه، الناس اللي عندها التهابات في اللثه واللسان وسرطانات، عملنا لها حته شاشه صغيره وعليها نقطتين عسل وبن، وحطينا عليها شويه بودره قرفة وبودرة قرنفل والبان دكر ونحطها عليه. التهابات اللسان، التهابات اللثة، التهابات الحلق، التهابات اللوز، بنحط بره وجوه. بره وجوه، عندي ورم بحطه بره وجوه. بره والله العظيم سرطانات. اسمها اللزقة السحرية. ارجع للزقة السحرية. اتكلمنا على لا تدمر جهاز المناعة، واتكلمنا على ازاي الناس بتشتت جهاز المناعة. اتكلمنا على المفروض ان احنا بنعلم الاطباء والمرضى، لان في اطباء اتبرمجوا خلاص مش هيتغيروا، لكن الامل في مين؟ في المرضى. الامل في المرضى. وزي ما ضربت لكم مثلا، واحده رايحه عندها مشكله في ركبتها، فراحت للدكتور قال ده انا هحل لك حقنه، الست دي تخينه عندها 50 كيلو زياده وكرش وما بتقدرش تقوم تقعد. فبدل ما نعالج الكرش ونعالج الامساك ونعالج السهر ونعالج البلاوي السوداء، قال انا هديك حقنه في الركبه تقومي تجري. فقالت له يا دكتور الكورتيزون بيعمل هشاشه في العظام. قال لها لما انت دكتوره شاطره كده جايه لي ليه؟ يعني انت بتجيب من الاخر؟ يعني بدل ما تعالج القولون وتعالج الوزن ازاي؟ وتقولها تمشي كل يوم ساعه وتربط حزام عريض وتصلح المفصل والمفصل بيجدد نفسه؟ اقسم بالله العظيم المفاصل بتتجدد حتى لو فوق ال 80، ارجع لك المفصل سليم تاني. لكن احنا نرجع المفصل ليه؟ احنا نديله كورتيزون يتهري يتهري يتهري، بعد ما يدوب نركب مفصل صناعي. المفصل الصناعي ده مش امله، لو وقعت اتقطم. انا جالي ناس ركبوا مفصل صناعي الفخذ ثلاث مرات وكل مره يجي يتكعبل يتقطم، عنده هشاشه عظام. انت زعلان ليه؟ احنا مش عاوزين نعالج حد. فطبعا زي ما بقول لكم ان احنا ان انت ترجع لناس مفاصلها سليمه، عايزه شمس، عايزه تدليك، عايزه نوم بالليل، عايزه اكل صحي. في ناس بتجيب من الاخر. زي ما قلت لكم على الراجل بقى له ثلاث سنين بينام قاعد، عنده كرش كبير ووزن كبير، يروح لدكتور القلب يعمل له قسطره ودعامه. كمان مره قسطره ودعامه، سته قسطره ودعامه، والراجل مش قادر ينام على ظهره. ولما جالنا ادينا له ملينات ونضفت القولون اسبوعين ثلاثه، القولون فضي وبطنه فضي والراجل بدا ينام على ظهره. بتعملوا كده ليه؟ مين اللي يتعالج الاول، القولون ولا القلب؟ فمهم جدا ان احنا عارفين ان الانسان في ترتيب للعلاج. زي واحده جايه لي بتكح ورفيعه، بنت 30 كيلو 35 كيلو متجوزه، وعندها برونكيال ازمه، عندها ازمه تنفسيه ونحافه وانيميا، وراح للدكتور يعمل لها تبويض، تبويض ويعمل لها طفل انابيب. فانا قلت لهم يا جماعه دي مش مستعده للكلام ده، نملى الجسم 10 كيلو ولا حاجه، نعالج البرونكيال ازمه، نعالج الانيميا، لما نحضر الارض للزراعه الارض تتزرع. انما 35 كيلو لما طلع لها حمل 15 كيلو يبقى حمل، طلع الواحدة ست. ايه النصيبه دي؟ الناس مخها فين؟ قبل ما تعمل طفل انابيب وتبويض ونيله دي تستاهل حمل؟ حرام عليك، حرام عليك يا اخي، شغل ضميرك. طبعا بنشكر كل اخواتنا اللي هم ارسلوا لنا تجاربهم، شكرا لكم، شكرا لكل من ارسل لنا تجربته مع الدكتور جوده، شكرا للاطباء اللي اتصلوا بينا وقلنا شكرا لهم، شكرا للناس اللي وصلوا الكتاب الى المكتبات العلميه او اتصلوا بدار بدايه. احنا كتاب روشتات غذائيه دلوقتي الطبعه الرابعه عشر، لا تتفرغ للمرض. النهارده بنتكلم على طعام البركه، اقول لكم عليه حالا. طبعا العسل
التمر مع السوداني مع الزبيب مع جوز الهند عمل بهجه في البيوت، بهجه وفرحه. ليه؟ لان التمر ده اولا وصيه النبي محمد، صح؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من تصبح بثلاث تمرات، وفي روايه بسبع تمرات، لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر. الحاجه الثانيه ان هو حل لي مشكله الشوكولاته والحلويات والكيك، وكل يوم الستات تعمل كيك وبسبوسه لا، التمرايه عليها عسل وفيها زبيب وفيها سوداني. لو الولد او البنت ما خدش غير ثلاث بلحات، عالجت الانيميا، عالجت هشاشه العظام، عالجت الغباء، ها، سوء الفهم، ان الستات والرجاله العواجيز اللي بتتكعبل في السجاده العظمه تتكسر، اسرع علاج لهشاشه العظام ونقص الكالسيوم وعلاج الانيميا هم الثلاث بلحات. سهله؟ طيب، البلح في البيوت بهجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه جياع اهله. بيت لا تمر فيه، دايما في بيتي فيه زبادي لبن رايب، دايما فيه تمر، فيه سلطه خضراء. اوعى بيتك ما فيه بصل، لازم بصل يا جماعه، بصل ده علاج. لازم فيه حته جبنه، لازم فيه شويه خضار، شويه سلطه، لو انت محتاج للفول حطيناه معانا، شويه فاكهه. ايه رايك في الكلام ده؟ الكلام ده يزعل؟ ها؟ ما يزعلش حد. طيب، يبقى بنقول لابد ان تهتم بمطعم البركه. عايز تقول ايه في البركه يا دكتور؟ هنعمل افلام هنصورها وننزلها كل يوم. لو انا عندي حته جبنه بيضة وحته جبنه قديمه، خلي بالك معايا، لو حته جبنه صغيره من حته جبنه قديمه على حته جبنه بيضة وهرستها وعليها نقطتين زيت وحته طحينه صغيره، عملت طبق حلو، صح ولا غلط؟ طيب، ممكن الحته دي تاكلها جبنه بس وعليها شويه زيت وعليها شويه طحينه، ممكن، وممكن تحط عليها ايه؟ سلطه خضار. فانت عملت طبق كبير بحته صغيره، ده فيه بركه وفيه صحه، بركه وصحه وجماعه. سهله؟ تاني، يبقى انا ممكن اكل ده صغير كده لوحده، ممكن احط عليه الخضار، فجمعت بين الخيرين، والنفس البشريه بتحب تشوف الحاجه كبيره. طيب، اضرب مثل تاني يا دكتور. دلوقتي انا عندي معلقتين فول بس، معلقتين فول دول ممكن احط عليهم كمون وليمون وطحينه واكلهم كده، وممكن احط عليهم الليمون والطحينه والكمون وكل حاجه والزيت، واروح حاطط عليهم طبق سلطه، فالسلطه دي شالت الضرر بتاع الفول. لو انا عملت الفول ده هقدر اخد منه قد ايه؟ سندوتشين. طب لو انا حطيت عليه ده اقدر اعمل منه كام سندوتش؟ ايه دي الشاورما، ادي الشاورما اهي، عشان بس انا ما حرمتكمش من حاجه. تاني، يبقى ادي جبنه، حته جبنه من قديمه وحته جبنه بيضه، هحط عليها نقطتين زيت وحته طحينه، بقت طعمها حلو جدا، بس دي ممكن على قدي. طب انا عندي اربع خمس عيال، هاخد حته الجبنه وعليها حته جبنه صغيره وعليها شويه سلطه والطحينه والزيت، عملت طبق جميل جدا صحي. سهله؟ تاني، انا عندي معلقتين فول، معلقتين الفول دول لو كلتهم صك كده يعملوا سندوتشين ويعملوا لي مسامير في رجلي وشغلان، لكن لو انا حطيت على الفول ده طحينه وليمون وكمون و و وحطيت عليه شويه سلطه، اقدر اعمل بدل سندوتشين اقدر خمس سندوتشات اقل ضررا. احلى من كده، انا عندي شاورما، الشاورما دي عباره عن شويه فراخ متقطعه او لحمه متقطعه، لحمه او فراخ، ممكن الشويه دول احطهم في سندوتش واكلهم يكفوا واحد، وممكن السندوتش دول اسخنهم على شويه فلفل على بصلايه كبروا كده واعمل منهم خمس ست سندوتشات، اقسم بجلال الله بنعمل كده. اذا انت ممكن تاخد الطعام القليل، الطعام القليل فتعمل منه ايه؟ طعام كتير، صح كده؟ ربنا مكتر الخضار، ربنا يديمها نعم. عرفنا الخضار فايدته ايه؟ هبشر الجزر والفلفل واحطه على شويه شاورما واسخنها كده نص سوا، وعمل طبق قد كده، بدل ما ياكل واحد او اتنين هياكل خمسه. النبي محمد عليه السلام امرنا بالجماعه في الطعام، وجاء ناس يشتكون الى النبي يقولون: يا رسول الله اننا ناكل ولا نشبع، العيال عندنا بتاكل ما بتشبعش، ماذا نفعل؟ اننا ناكل ولا نشبع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم، ها، يبارك لكم فيه. سهله ولا صعبه؟